راح فيه. استنى بس من الاداء الاهم. انت راح فيه. انا راح عند مختار. ما فيش مختار تعال لان النهارده أنا... عندنا بابا الاداء الهم. ما فيش اداء واقعد هنا. ودي يا ولد حلقه من الناحيه الثانيه اهو. يا ابني كفايه كده يا ربنا ينتقم منك يا ابني. خلصت الخيط اللي عندي يا ابني. قلبت مصارين الهي ليه اقلب مصرانك يا ابني؟ طب انا هعمل الشبكه ازاي دلوقتي؟ يخرب بيتك انا دخت. يا سيبني يا سيب يا الخيط بتاعي يا الو. ولك الو. Thank you.